اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. اليوم هو 20/7/2018 والعمل جاري في مقر منصة مؤسسة مالك لأشهر إحياء الشعائر الحسينية. استعدادات محرم الحرام إن شاء الله في مقر هذه المؤسسة المباركة. الجميع من خدام الإمام الحسين يعملون على قدم وساق في هذه المؤسسة المباركة. حياك الله يودي. حياك الله ابو سجاد. هلا عبود روحينا ان شاء الله. طيب احب موجود. اليوم هو يعني تقريبا احنا بنهاية شهر تموز وقدام الإمام الحسين لم يمنعهم الحر لخدمة أبي الأحرار.